في النهاية إخواننا كل من راح يشاهد هذا الفيديو، إحنا نتقدم بالشكر الجزيل لأخونا أبو طارق اللي استضافنا اليوم في بيته وأشركنا في تجربته، اللي تجربة الاضطراب اللي خاضها. وفي النهاية ما بنقدر غير إنه نقول له شكرا لك، وبنتمنى دائما إنه نضل على تواصل دائم كأهل البلد، وإحنا ما بنعتبركم مغتربين، أنتم أهلنا ومننا وفينا. وشكرا لك، وهذا هو، وإلى لقاء آخر مع تجربة اضطراب أخرى مع أخ أو أخت مغتربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.